كما شارك سعاده الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد الخليفه وكيل وزاره الخارجيه للشؤون السياسيه في اللقاء الجماعي الذي عقده السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكه اسبانيا في مدريد مع وزراء خارجيه الدول الخليجيه والعربيه وتم خلال الاجتماع مناقشه الجهود الاقليميه والدوليه لوقف اطلاق النار في قطاع غزه واحتواء التوتر والتصعيد العسكري في الضفه الغربيه والمنطقه كما تم التاكيد على اهميه تسهيل ايصال المساعدات الانسانيه ودعم حقوق الشعب الفلسطيني واكد المشاركون على ضروره نيل فلسطين العضويه الكامله في الامم المتحده بما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط